اول حاجه عندك الملاوي، نبداو برطل برطل سميد ارطب. هي فما شكون يعمل سميد وفيرينا، هي جوست تبدل شويه في الجول فيرينا، اما انا من الليكيب اللي يحبوا السميد اكثر من الفيرينا. دونك نعملوا ارطل سميد ارطب، ارطب ما فما، ومعاه الملح باش نزيدوا مقرفه قهوه كبيره متاع ملح، وما هذيك لازم يكون سخون باش تزيدوا بشويه بشويه. انت على المره شبه تعجن في البول نتاعك في كشقاله، تزيد بشويه بشويه حتى لين تتلم العجينه. اون فوا تلمت العجينه باش تنحي شقاله باش تنطلق للبلون دو ترافاي نتاعك، صحيح، وتبدا تعجن. هوني فما زوز طرق، فما شكون يعجن بالماء وفما شكون يعجن بالحليب. في الاخر هو يقولوا اللي الحليب يخليه تضمن انه يجي طري اكثر وكل شيء، هو يمكن يبدل الجو اكثر من كل شيء. دونك خلينا في الميثود الزمنيه ولا الكلاسيك السهله اللي هي تزيد كيف كيف شويه ما دافي بشويه بشويه بيديك، منه العجينه ما تلصقش، ومنه تزيد ترخف بالبي، وانت تعجن قد ما يتعجن قد ما تزيد ترخف. مازمش تولي جيري على الاخر على الاخر، مي ليسونسي لازم تولي سوبل، لازمها تولي ما تقطعش، ويزمك انت قد ما عجنت لين توصل عرفتك الصوت اللي بيول دير اللي ولي فوسطها انت تعجن وهي تعمل طق. وقت هذاك السيني اللي سي انت معناها وصلت كيما نقولوا التكستور الحشنه بها في العجينه. به هوني الحكايه ابري نقولوا احنا درجين وانت تعجن، فهمت معناتها هذيك الحكايه الكل. وديما تعجن بال كيما نقول بارتي الوطنيه نتاع الكف نتاعك، واضح بزوز يدين كان تحبش اسهل تك تك تنحي شويه ستريس كيما نقول لكم في العجينين كيما العاده. وسي بون هذه العجينه نتاعنا. قداش مينيموم وقت؟ درجين هيك الحكايه الكل، فهمت معناها في درجين نورمالمون، اذا كان رطل درجين يكفي بالكدا بالكدا، فهمت باش نوصل. من الفورمه نتاع العجينه كيفاش نعرف اللي تعجنت بالكدا؟ هيك الحبوب نتاع السنيد ما عادش يظهر، يولي وعرفت تولي صافيه، تولي صافيه على الاخر، تغزرها تحسها ولات رطبه بالباهي، فهمت، وليت معناتها سوبل بالباهي، وتحسها ما عادش تلصق زاد حتى في ديك ما عادش تلصق، فهمت، ما عادش محبه، وهذا هذاك هيك التكستور اللي لازمنا نوصلوا لها، فهمت. هكا هو حصير شريف اقعد عاقل خليني نجم نحكي. لازم الشغب، لازم الشغب. نجرب في الكاميرا الكل ما صار هيك صح. توا العجينه احنا قبل ما نخليوها ترتاح نجم نقسموها على طروف نتاع قد عدد الملاوي نتاعنا، وعلى فكره زاد قد ما تكبر الطرف هذاك قد ما تضمن توريق اكثر من بعد في وسط كعبه الملاوي. يعني البول كبيره هكا، صحيح البول كبيره تقسم على دي بول كبار، وتغطيهم بابي هذاك البابي نتاع الماكله وتخليهم ساعه يرتاحوا. ماذا بيك تدهنهم بشويه زيت باش ما يشحطوش، ما تمتوليش فما كلكوش اليابسه، دونك تسكر عليهم بالبابي هذيك وتخليهم مينيموم ساعة. إذا ما العجينة ترتاح، علاش ترتاح؟ على قد ما ترتاح على قد ما تولي تتحل بسهولة من غير ما تتقطع فوق البلون بعد كيفاش تعمل التوريق نتاعها. دونك أستيس باية برشا. من بعد ينسي تعدد ساعة نقول ولا ساعة ونص ولا اللي هو، وباش تاخذ كيفاش باش تحلها معروفة الميثود هي زيت زيتونة. أنا نحب زيت زيتونة خاطر أبن في الجو، ما عندكش زيت زيتونة تنجم زيت قطانية وتنجم حتى زبدة كان تحب ذايبة. المهم تبل البلون هذاك وتاخذ هيك الطرف العجينة تحلو بيديك، تقعد تحل 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 حتى لين تولي ترونسبارونت العجينة، يلزمها توصل بالحق تولي البلون تشوفو ورا العجينة، واضح. وبعدين تطويها كيما تطوي المنديلة على أربع مرات، فهمت، أربع طويات. واش تعمل؟ تخليها ترتاح وتكمل الكعبة لين بعد وتخليها ترتاح كيف كيف حتى لين تكمل تطويهم الكعبات الكل. وبعدين تخليهم يسالا شي يعملوا هكي نص ساعه باهيه، خاطر بعد كيف باش تحلهم مره اخرى باش تطيبهم ماذا بيهم يكونوا ديجا ارتاحوا باش تطاوعك حتى هي تعاود تحلها. بعدين تسخن الطاوه نتاعك، نجم تستعمل الطاوه، نجم تستعمل طبق هيك الحديد هيك المدور اللي فيه لي فورم لي سيركل، والا كان احسن وابن على الاخر هو طاجن فخار اللي انا نموت عليها الطريقه هذيك، يجي بن في الجو والله حاجه اخرى. اما على شرط يكون على الكانون فما مش قلايه مقلوبه، فما شكون يعمل، فما نوع انا شريته ولا استعملته راني حاجه فخار كل قبه. والله ما زلت ما جربتهاش خايفه تتكسر لي، شريتها وقتها يصنعوا فيها في سجنين، هي يعملوا بها الملاوي. الحق نتاع ربي ما زلت ما جربتهاش، جربت الملاوي في طبق الحديد، اما والله تظهر تنجح. يزمين شعلها نار مش من الفقه، عندك طريقة بتاع تعبير امنة، معناه يولي واحد يتخيلها الليبنوز، معناه تولي بدي تخيلوا عايش مع الملاوي ويبدأ يتخيل فيها بالهريسة ولا بال استنى هيتا نحكي لك على الفارسة.
به دونك المهم انا نشوف احسن طريقه انه في الفخار وعلى النار نتاع الكانون معناتها الحطب معناها كان متوفر عندك ماذا بيك مثال شكا في الويكاند تعمل الجو في الدار الناس كل تعمل بها بون كيف والنار لازمها تكون مش قويه ياسر متوسطه خاطر كان قويه ياسر ينجم يجي يابس دونك نار متوسطه واضح ونقلبوها برشا مرات بيان سور يكون سخن بالباهي قبل الطبق باش نطيبوا فيه ونقلبوها برشا مرات حتى نوصل للون المزيان نتاعنا ما نفوتوش الحد نتاع الكويسون سينون زاد يبسو كيف كيف ونخليهم نسكروا عليهم باك المنديله لو طون باش نحضروا الفارس توا الفارس باه شنو باش نحطوا في الملاوي حاجه سامبل على الاخر اللي جاع ماذا بيه ما يسمع وانا وجوعت روحي يبرني باه حاجه سهله على الاخر اما هي تلمو بنينه معناتها يمكن ما تجيش على البال برشا عباد الاومليت كيفاش نعملوها في وسط ملاوي ولا شاباتي انا معناها ريتهم كيفاش يعملوها وكجربتها بالحق معناها ياسر بنينه على الاخر ومعناها بالحق بسيطه جدا شنو الحكايه العظم هذيك نتاع الاومليت كيف تحركوا تزيد معاه المعدنوس وتفتفه بصل وسيرتو سيرتو مغرفه ولا زوز هريسه نتاع كوك ريت السر في البنه في هذيك بالذات الاومليت تجي فوندونت وتجي جو اخر على الاخر ما نعرفش علاش باه ليسونسيال كي الهريسه بيان سور قد ما تحب انت الحراره وكل شيء كونتيتي نتاع الهريسه والاخر الفارس عاديه هيك جبن هيك المثلثات ولا اي نوع تاع جبن تحب عليه انت التون بيان سور انا من ليكيب تون وكان تحب فما جامبون فما بون سلامي ما نحبوش دونك ما ننصحش به زاد الحق جامبون كل واحد يدلل هذه ما نقول كل واحد حسب شهوته انت وشنو تشتهي فيها اوكي ليسونسيل فازت الاومليت هذيك جربوها في ملاوي ملاوي ولا ما خطر تو واحد في الاومليت به كهو ونجم نزيدوا حاجه اخرى كان تحبوا نخصوا بها نخصوها مع الملاوي بالملاوي اللي هي عجه بالمرقاز باغ اكزومبل علاش لا مثلا أي. كيفاش تعمل العجه انت امونة سهله كيف العاده ما هي عجه العاده عجه العاده اما قلي اما شنو قلب صل والمرقاز قليهم مكة شوية قلي البصل والمرقاز وتقليهم فلفل الثوم في الاخر تقليه باش ما يغمقش طماطم مكعب كان تحب شوية طماطم معجونة طماطم حكا وتبل كروية وتمرق تفتوفة ما مش يسر جوستك باش كسوس تدخل مع بعضها كي وتعمل كعبات العظم بيسير